السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في آخر حلقة الأسبوع ده من برنامج من مصر. وخلونا نبدأ المقدمة. الكاتب والمفكر والفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي قال: كنت أدرس في جامعة السوربون الفرنسية الشهيرة، وفي أدرس يعني في جامعة السوربون الشهيرة، وفي يوم من الأيام استوقفني إحدى طالباتي وسألتني السؤال التالي: أنت مدرسي وأنا أحرص على قراءة كتاباتك ومقالاتك وحضور محاضراتك، وقد لفت نظري أنك تتحدث دائما عن شخص مسلم اسمه علي. من هو علي هذا؟ ولماذا أثر فيك كل هذا التأثر؟ بيكمل روجيه جارودي بيقول: فقلت لها أن علي هو ابن عم نبي الإسلام محمد، وزوج ابنته، وقائد من قواده العسكريين. وسأسألك سؤال يبين لك جزء بسيط من هذه الشخصية. قالت الفتاة: تفضل. فسألها روجيه جارودي وقال لها: لو أنك عبرت الشارع وجاءت سيارة مسرعة وضربتك، ماذا سيحصل لك؟ التلميذة ردت عليه وقالت له: سأموت حالا أو يغمى علي. فرد عليها وقال لها: هذا الرجل تعرض علي لضربة سيف وهو ساجد يصلي، وقد وصلت الإصابة إلى داخل تجويف الجمجمة، أي أنها وصلت إلى الدماغ وشملته، لقد وصلت الضربة إلى أعماق المخ، هناك حيث تقبع الحكمة والمعرفة. ومع ذلك وبعد يوم واحد فقط راح يملي وهو على فراش الموت، والضربة القاتلة نافذة في أعماق المخ. راح يملي وصيته إلى ابنه البكر الحسن، وهذه الوصية هي من أروع ما عرفته الإنسانية عبر تاريخها على الإطلاق، لأنها تتضمن الحكمة والموعظة والرقي وأسمى معاني الإنسانية. التلميذة سألته وهي متأثرة جدا وقالت له: وماذا قال فيها؟ فقال لها: سأروي لك بعض منها. علي قال لابنه الحسن وهو على فراش الموت: ارفق يا ولدي بأسيرك، يقصد الرجل الذي ضربه بالسيف وهو ساجد، وارحمه وأحسن إليه وأشفق إليه بحقي عليك. اطعمه يا بني مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما ولا تغله يدا، فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله بضربة واحدة، ولا تحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت جدك رسول الله يقول: إياكم والمثل ولو بالكلب العقور، وأنا إن عشت فأنا أولى بالعفو عنه، وأنا أعلم بما أفعل به. أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغي الدنيا ولا تأسف على شيء منها، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وبيكمل روجيه جارودي كلامه بيقول: وأنا أروي لتلميذتي بعض من وصية علي. كانت الطالبة الفرنسية تكفكف دموعها وهي تستمع. خلص الحوار المفكر الفرنسي روجيه جارودي مع تلمسته، واللي حكى لها فيه موقف من مئات المواقف اللي بتشرح جوانب الرحمة اللي في الإسلام، الرحمة اللي خلت سيدنا علي يوصي ابنه على الرجل اللي قتله غدر وهو بيصلي انه ما يعذبوش، وهو بيختص منه ابدا، وما يحرقوش بالنار، ما يقتلوش تنفيذا لأمر الله بالقصاص إلا بضربة واحدة، وقبل كل ده يأكله من أكله ويشربه من اللي بيشرب منه. علشان كده اتهام المسلمين بالعنف او التحريض عليه الحقيقة من اسخف الاتهامات على وجه الارض. وارجعوا لتاريخكم ولتاريخنا.